الرحمن الرحيم جمهور كريم يسر المكتب الرئيسي لرعاية الشباب في منطقة نجران أن يرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي يجمع بين نادي نجران من نجران ونادي النصر من الرياض. يمثل نادي نجران كل من محمد شريدي ثلاثة مواهب عوض الكبير 27 فريد اسلام 30 نادر الخيبري 51 نواف الصبحي 55 نادر ابراهيم 28 سلطان الشريف 6 اما جغرافي 80 كوبينا 17 حمد عوض الريالي 10 ابراهيم حطرش 39 ويمثل نادي النصر كل من عبد الله العبدي 22 سالم صلاحوري 26 حسين عبد الغني 24 عمر ابراهيم 4 محمد حسين 2 ابراهيم غالب 14 عمر سمير 27 يحيى الشهري 8 ابو ريانو 86 محمد السعداوي 10 حسن الراعي 99 ويحكم هذا اللقاء كل من حكم ساحه دولي سعد العريري ومساعد اول يحيى نجم اولى ومساعد ثاني عبد الله الاحمري اولى وحكم رابع عبد الرحمن الشهري ومقيم الحكام عريضه منصور ومراجع المباراه الاستاذ محمد النجم. Thank you.
Mm-hmm.